أيام الشهر الكريم قربت تنتهي ومعها بيختتم واحد من أهم المواسم الدرامية الرمضانية اللي شهدت سباق مختلف، ربما يعني عنوانه هو الاختلاف، التميز بعدد مسلسلات هو الأكبر إنتاج، هو الأضخم، والأهم من كل ده تنوع في الأعمال ما بين التاريخ والاجتماعي والكوميدي وتميز عشرات النجوم بعدد كبير من النصوص المتميزة. عن حصاد دراما رمضان بشكل عام والنصف الثاني من رمضان بشكل خاص هنتكلم مع الناقد الفني علي الكشوطي. صباح الخير عليك، ويعني رمضان كريم في نهاية أيام رمضان. صباح الخير وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. لما نيجي نتكلم وناخد جولة كده بين مسلسلات النصف الثاني من رمضان، أكتر حاجة كانت بتميزها إيه؟ خصوصاً إن إحنا شفنا طبعاً إنتاج عدد كبير من مسلسلات ال 15 حلقة السنة دي. والله النص الثاني من رمضان فيه برضو عدد كبير من الأعمال المتميزة، يمكن بتربع على عرشها مسلسل جودر للنجم ياسر جلال وبدون سابق إنذار، وطبعاً فيه فراولة ومريحة وبقينا اثنين. في تنوع كبير على مستوى حتى الخمس اعمال اللي هم انضموا في النص الثاني من شهر رمضان، ولكن يمكن جودر هو محقق نقله نوعيه كبيره جدا في عالم الفانتازيا، ومؤثر بشكل كبير في الجمهور لان هو بيعيد حنين كده الجمهور والمشاهدين لفكره الف ليله وليله اللي الناس بتحبها وكانت متعوده عليها سواء من ايام الراديو او حتى في التجارب الاخرى اللي اتقدمت في التلفزيون. بس انا عايزه اتكلم في نقطه الحنين دي، ناس كتير قوي بتتكلم عن الحنين، الفكره اعتقد ان هي كمان خلق جيل جديد يبقى له ذكريات زي الاجيال اللي عندها حنين وعندها ذكريات، اعتقد ان الاجيال الجديده بقى عندها فرصه ان هي كمان يبقى عندها ذكرياتها، ما تبقاش عايشه بذكريات الاجيال اللي فاتت من خلال المسلسلات الجديده اللي زي جودر. ما هو يمكن ذكاء الشركة المتحدة واختيارها لإسلام خيري المخرج في أنه يقدم عمل باحترافية وجودة كبيرة بهذا الشكل، لأن هو بيخاطب الأجيال الجديدة اللي هي ما حضرتش ألف ليلة وليلة في الراديو أو ما تابعتش الأعمال اللي اتقدمت في التلفزيون، فبالتالي هو بيخاطب الأجيال الجديدة اللي هي متعودة على تقنيات حديثة جدا ومؤثرات سمعية وبصرية يعني بيشاهدوها في الأعمال الكبيرة أو في كل الأعمال اللي بتقدمها الاستديوهات العالمية سواء على المنصات أو في السينما. فلو شفنا المسلسل هنحس قد إيه هو في احترافية شديدة جدا في المؤثرات السمعية والبصرية، وإن كل عنصر من عناصر المسلسل بيتم اختياره بجودة عالية جدا لأن هو بيخاطب شريحة جمهور يعني بتتابع كويس وبتتفرج. يمكن إحنا على ايامنا يعني كانت المؤثرات السمعيه والبصريه على الأد او بتبقى بشكل يدوي او بلدي زي ما بنقول، لكن بنتقبلها وبنحبها وبنعديها يعني، لكن الاجيال الجديده ما بتعديش حاجه، فبالتالي ان هم يبقوا معجبين بالمسلسل وشايفين ان كل حاجه في مكانها ده نجاح كبير في حد ذاته. طيب اتعودنا دايما في رمضان بنشوف عدد من الاعمال اللي بتندرج تحت بند الوطنيه، يمكن مسلسل الاختيار كان على راسهم بنسخه المتعدده، ولكن المره دي العمل الوطني اصبح عمل عربي مليحه تناول القضيه الفلسطينيه، عدد كبير من الرسائل المهمه ظهرت من خلاله. تعليقك. هو انا بحب اقول ان مسلسل مليحه يعني بينتمي لنوعيه الدراما الوعي اكتر ما هو دراما وطنيه، لان هو بيوعي الناس وبيعرفهم دور مصر كان عامل ازاي ولسه عامل ازاي تجاه اهل غزه وفلسطين، وبيرد بشكل مباشر جدا على كل واحد بيحاول وهو قاعد على الكيبورد كده الكمبيوتر او ماسك الموبايل يقلل من مجهود مصر وحجم دعمها ووقوفها بجوار القضيه الفلسطينيه. والحقيقه ان المسلسل محقق ده بشكل كبير جدا لان هو بيقدم في اول الحلقات جزء وثائقي بالصوت والصوره، فبالتالي مفيش مجال للشك او مجال للتقليل من دور مصر واهميه دور مصر في وقوفها مع القضيه الفلسطينيه من سنين طويله يمكن من بدايه الازمه. فبالتالي بيقدم جرعه كبيره جدا من الوعي للجمهور
اللي هو ممكن ينساق وراء بعض الشائعات او الاقاويل اللي بتقول ان هو مثلا دور مصر مش افضل حاجه بالنسبه لهم. لا، دور مصر مهم جدا، ودور مصر ممتد عبر التاريخ، ودور مصر فيه دعم كبير لاهل فلسطين. وانت عارف يعني احيانا في الامور اللي بالشكل ده لازم يكون التدخل بحكمه. طبعا ممكن يبقى فيه دعم كبير مبالغ فيه ياثر على القضيه وياثر على اهل فلسطين. صحيح. لكن مصر دورها متوازن، ودور بيراعي القضيه وبيراعي اهل فلسطين ويحطهم في اولويه المصلحه العامه، مش فكره ان انا اساعد ودعم بشكل ممكن يؤذي القضيه. صحيح. الدراما زي ما بنقول دايما بتبقى عندها رسائل، وفي احنا شفنا رسائل اجتماعيه في مسلسلات زي امبراطوريه مين، مع عتاده البهجه، كامل العدد، بابا جه، بقينا اتنين. يعني الدراما الاجتماعيه كانت وجبه محترمه في رمضان، وشفنا منها رسائل كتير بشكل لطيف ومقبول ومحبوب كمان بالنسبه للناس. هو يمكن التنوع الكبير اللي في الدراما رمضان في موسم 2024 في ثراء فني كبير على مستوى التقنيات، الصوت والصوره والاخراج، لكن في برضه زي ما حضرتك قلتي في رسائل كتير مهمه، وفي يعني اشياء كتير ايجابيه بتقدم للجمهور. يمكن عشان باعتبار ان احنا في النص الثاني من رمضان، فاحنا في اعمال جديده تم ضخها. فمثلا رسالة مسلسل بدون سابق انذار رسالة من أهم الرسائل المهمة جدا في الكون، يعني قد إيه في أب وأم بيربوا طفل هو مش ابنهم وبيدعموه كل قوتهم وبيساعدوا إن هو ربنا يشفيه من المرض اللي هو أصابه وهو مش ابنهم، وبيدوروا على الابن التاني في نفس الوقت ما هماش مستعدين يستغنوا عن الطفل اللي هو مش ابنهم. ففي رسائل كتير جدا ممكن يكون بعضها فلسفي او بيطرح بعد اخر في المجتمع، اعتقد ان الناس كلها هتبقى متنبهه للرساله اللي بتقدم دي، وقد ايه ممكن الانسان يعلي من قيمه الابوه او من قيمه الانسانيه عن ان هو يعني ينجر لان هو يدور على ابنه الحقيقي ويسيب الطفل اللي هو محتاج له. طبعا. بالتاكيد ايضا الاطفال في دراما رمضان كان ليهم نصيب اختلف كتير عن كل الرمضانات السابقة، يعني شفنا مسلسلات كرتون، مسلسلات أنيميشن، حتى التنوع في النصوص المكتوبة لهذه المسلسلات كان مختلف. تعليقك يا أستاذ علي. والحقيقة إن في دعم كبير جدا للأطفال، مش بس على مستوى المادة المقدمة، لا كمان على مستوى تناولهم وتقديمهم في الدراما التلفزيونية. يعني هنلاقي فيه في إمبراطورية ميم وفي مسلسل كامل العدد وفي مسلسل بدون سابق إنذار مجموعة كبيرة من الأطفال مفروض لهم أدوار كبيرة ومفروض لهم يعني تفاصيل كتير وكأنهم نجوم كبار في العمل. والحقيقة إن إحنا في مصر هنا أصبح عندنا قدرة كبيرة جدا على إدارة المواهب الفنية تحديدا في فئه الاطفال بشكل كبير على مدار سنين طويله محققين فيها نجاح ولسه مكملين. احنا بنشوف اطفال بتمثل يمكن وكانها نجوم كبار. يعني من السنه فاتت مثلا في تحت الوصايه، والسنه دي في بدون سابق انذار وفي امبراطوريه ميم وغيرها من الاعمال، هتلاقي قد ايه في مساحه كبيره مفروضه للطفل واهتمام كبير بيه بان هو يقدم موهبته ويكبر. على الجانب الثاني طبعا في تنوع كبير على مستوى الدراما التلفزيونيه المتقدمه للاطفال، سواء في اعمال الانيميشن زي يحيى وكنوز ونوره والكوكب السعيد او سر المسجد وغيرهم. ويمكن الموضوع بدا يكبر اكثر ويحصل فيه توسع، يعني احنا كنا في السنين اللي فاتت كنا بنلاقي يحيى وكنوز في اجزاءه الاولى والثانيه وجنبه عمل او عملين، لكن السنه دي في اربع اعمال كبار وكل عمل منهم ليه هدف مهم. يعني مثلا يحيى وكنوز بيناقش فكره الصراعات والحروب اللي على الهويه المصريه، وقد ايه ان احنا ممكن نكون مش حاسين ان احنا في تعمد شديد جدا على تزوير تاريخنا والحكي عن تاريخنا بوجهه نظر مختلفه ورؤى مختلفه تتناقض مع الحقيقه والتاريخ.
فالحقيقة في تميز كبير على مستوى الأعمال اللي متقدمة للطفل السنة دي، وأعتقد إن هو هيبقى في توسع أكبر في السنين اللي جاية. أكيد فرد مساحة ما كانش فقط للأطفال، إحنا شفنا كمان وجوه جديدة اتفرد لها مساحات كويسة جدا. الحقيقة إن هو ده حصل من مواسم كتير فاتت، ولكن يمكن موسم رمضان 2024 هو الأكثر تميز في فرد المساحات للمواهب، لأن هو مش بس بيديها مساحة أدوار كبيرة وبيصدرها في المواجهة وفقط، لا ده هو كمان بيدعمها بشكل كبير بوجود نجوم تقال وليهم ثقل وجماهيرية كبيرة جدا في وسط الجمهور، وبالتالي مش بيقدم الموهبة وبيسيبها تواجه مصيرها، لا ده بيدعمها بشكل كبير وبيخلي كل عناصر العمل تتضافر في إن هي تنجح المواهب دي وتقدمهم للجمهور كنجوم من نجوم الصف الأول، وفي نفس الوقت يبقى الجمهور مستمتع بالمسلسل ما يحسش إن هي تجربة شبابية ينقصها بعض النضج يعني. أكيد. فراولة نيلي كريم، يعني بترجع نيلي كريم بتعمل عمل مختلف بينتمي لللايت كوميدي، كلمنا عن فراولة عن نجاحه من ضمن المسلسلات ال 15 حلقة. يمكن من أكثر حاجة بتميز المسلسل هو إن نيلي كريم غيرت من جلدها أو غيرت من نوعية الأعمال اللي هي بتقدمها على مدار السنين اللي فاتت. يعني مهم جدا إن كل فنان كل فترة يحاول يقدم شيء غير متوقع بالنسبة للجمهور، لأن نيلي على مدار دورات كتير أو مواسم رمضانية كتير كانت بتقدم الدراما التراجيدي العميقة والنقدر نقول عليها صعبة. يعني يمكن نيلي كريم دايما كانت بتختار مواضيع شائكة ومواضيع صعبة في التناول، وكانت بتنجح فيها وبتزكي الجمهور معاها على مدار فترة طويلة، فكان لازم إن هي تغير السنة دي وتعمل يعني زي صدمة للجمهور عشان الجمهور يعرف إن هي لأ ممثلة وتقدر تقدم أكتر من نوع من لون وأكتر من شكل، وفي نفس الوقت يفيدها في إن هي تاخد نفسها شوية وتشوف الخطوات اللي جاية هتقدم فيها إيه. أكيد كل الشكر ليك الناقد الفني علي الكشوتي، شكرا جزيلا ليك.